قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عارفين إحنا بنمشي ورا حضرة النبي ليه؟ عشان نقدر نتحمل أنوار مولانا. لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يملى حياتنا بالنور فنقدر ندخل على حضرة مولانا سبحانه وتعالى. إحنا عايزين نجدد حياتنا بحضرة النبي، عايزين نخرج من كل حياتنا المليئة بالتعب والإرهاق والحزن. لازم نجدد حياتنا، ومفيش حد ممكن نجدد حياتنا معاه قد حضرة النبي. الصحابة انتقلوا من حياة الضيق والحزن والكراهية والقتال والصراع وانتقلوا إلى حياة جديدة بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده إحنا كمان عايزين نجدد حياتنا بحضرة النبي. وعشان كده تعالوا نتأمل إزاي ميلاد حضرة النبي هيجدد حياتنا. تعالوا نشوف اللي حصل وقت ميلاد حضرة النبي عشان نعرف إن المرة دي الميلاد ميلاد حضرة النبي هيعمل في حياتنا إيه. حصل ثلاث حاجات مهمين جدا جدا. تنكست الأصنام، وانطفأت النيران، وتصدع الديوان. يبقى ثلاث حاجات حصلوا: تنكست الأصنام، وانطفأت النيران، وتصدع الإيوان. إحنا هنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نجدد حياتنا مع حضرة النبي، نجدد حياتنا مع حضرة النبي ونقرأ الميلاد بشكل جديد. خلوا بالكم إن الصحابي سيدنا القعقاع بن عمرو لما قالوا له قل لنا شيئا يشوقنا إلى الجنة، وإحنا متشوقين لحضرة النبي، إحنا سبحان من صبرنا إن إحنا مش قادرين نلمس إيد حضرة النبي ونقبلها، سبحان من صبرنا إن إحنا مش قادرين نعيش ويرش علينا صلى الله عليه وسلم من وضوءه صلى الله عليه وسلم، سبحان من صبرنا إن إحنا مش قادرين نشم نسيمه ولا تلمس أقدامنا التراب اللي بيمشي عليه، بس إحنا مصبرين نفسنا بإن هو تشوق إلينا، مصبرين نفسنا بإنه حضرته صلى الله عليه وسلم ما بيفرقناش. وعشان كده إحنا في الحلقة دي بنقول له السلام عليك يا رسول الله، بنقول له السلام عليك يا رسول الله عشان يبقى حاضر. إحنا حاسين إنه هو حاضر معانا، حاسين إنه هو معانا صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا طول الوقت بيربينا ربنا على إن إحنا نستحضر إن حضرة النبي ما فارقناش، عشان قلوبنا تفضل قادرة تتنفس بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أمال إحنا بنقول في الصلاة إزاي؟ السلام عليك أيها النبي. إحنا بنكلمه زي ما إحنا حاسين دلوقتي وإحنا بنتكلم عن حضرته بإنه حاضر معانا يا رسول الله. إحنا في الحقيقة مش بنضيف إليك فرح بإن إحنا نفرح بيك، إحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى بإن إحنا نفرح بحضرتك. إحنا عارفين إن في عبادة اسمها الفرح بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إحنا عارفين إن الفرح بك عبادة يا رسول الله، بس المرة دي إحنا هنفرح بنكهة إن إحنا هنجدد حياتنا. إحنا كفايانا غرق في علاقات في الحقيقة ما بتخليناش نعيش معنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. احنا كفاءنا على هذه العلاقات، احنا عايزين علاقة تخرجنا من الظلمات إلى النور، ومحدش هيخرجنا من الظلمات، ظلمات بقى العلاقات المسمومة وظلمات العلاقات المليئة بالفقد، إلا حد يفضل معانا في أول في حياتنا الأولى وحياتنا البرزخية وحياتنا الآخرة.